ذكرى مولد نبوي سعيد، وأهلا بكم في الحصاد اليومي، نقدمه لكم مباشرة من قناتكم شوف تي في، وهذه أبرز العناوين. عفو ملكي لفائدة 605 أشخاص بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وهزة أرضية بالناظور صباح ذكرى المولد النبوي، مسيرة احتجاجية وإضراب وطني الأربعاء المقبل في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وساوند إنرجي ترفع نسبة استحواذها على عائدات الغاز إلى 75% بالمغرب، 1200 صاروخ أمريكي موجه للمغرب في أقوى صفقة عسكرية بين البلدين. مرحبا بكم مجددا أعزائي الأفاضل في تفاصيل هذه العناوين. أصدر الملك محمد السادس بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 605 أشخاص، كما أشار إلى ذلك بلاغ لوزارة العدل والحريات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. في موضوع آخر، أعلن المعهد الوطني الجغرافي الإسباني صباح اليوم عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على سلم ريشترد بإقليم الناظور، وأوضح المعهد عبر موقعه الرسمي أن مركز الهزة حدد بجماعة أكمان، وقد وقعت بالتحديد حوالي الساعة 10:51 صباح اليوم الاثنين. أعلنت التنسيقية الوطنية من أجل إسقاط خطة التقاعد عن إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الأربعاء المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط. وتراهن التنسيقية الوطنية التي تضم نقابيين ينتمون لمختلف المركزيات النقابية على إنجاح الإضراب الوطني ومسيرة احتجاجية وطنية بشارع محمد الخامس بمدينة الرباط، لإجبار رئيس الحكومة بن كيران على التراجع على خطته بإصلاح نظام التقاعد. نظمت إحدى الجمعيات بمدينة الدار البيضاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إفطاراً جماعياً لعدد من عمال النظافة بالمدينة كعربون محبة وامتنان للخدمات التي يسدونها في نظافة هذه المدينة. الزميلة زين برمروك حضرت هذا الإفطار ونقلت لنا الأجواء التالية بكاميرا الزميل زكريا صفريوي. مناسبة ديال ذكرى المولد النبوي الشريف ارتأت جمعية مبادرة الخير وسبب جمعية مبادرة الخير باش ينظموا واحد حفل إفطار سميناه صبيحة الاعتراف لعمال النظافة. هاد الناس هادو اللي تيخدموا في هاد المناسبة اللي كل شيء كيريح، والشباب الجمعية دار هاد الإفطار هذا اللي كما غتشوفوا إن شاء الله معنا كعربون عرفان لهاد الناس هادو، والله يوفقنا للخير جميعا. كنشكروا هاد الجمعية، جمعية الخير اللي قامت بهذا الخير نيت لهذا العمال شركة سيطا بلانكا، عمال وموظفين رهن الشركة، هو كنشكروا حتى هي قامت بهذه المبادرة اللي هي مبادرة خيرية، هي جمعية الخير ولكن قامت بأعمال خيرية، هو كنشكروا كاع الإخوان اللي قام بهذه المبادرة وسهروا على هاد الناس هادو، وكنشكروهم اللي التفتوا لهاد الناس هادو. هاد الناس هما راه كيستاهلوا الكل خير. انا فرحانه اليوم بان العيد، وكنحس براسي بحال وسط العائله ديالي، وكنشكر الجمعيه اللي دارت لنا هذه المبادره ديال الفطور وعواش مبروكه. اسمع
خلينا نخدموا الله يجزيك مبروك واشتركم. في الخبر الاقتصادي، وبعد حفر بئرين واكتشاف كمية مهمة من الغاز بالمغرب، كشفت الشركة البريطانية ساوند إنرجي في بلاغ لها صبيحة اليوم الاثنين أن نسبة استحواذها من عائدات الغاز في حقل سيد المختار نواحي مدينة الصويرة وصلت إلى 75%. وأضاف البلاغ أن رخص سيد المختار تشمل 3 تصاريح للتنقيب عن الغاز في مساحة تمتد على حوالي 2700 كيلومتر، حيث تم حفر بئرين أسفر عن اكتشاف كمية مهمة من الغاز، كما سبق للشركة البريطانية ساوند إنرجي المتخصصة في التنقيب عن الغاز أن أعلنت عن شروط الاستحواذ في 14 يناير و10 مارس من شتنبر سنة 2016. في صفقة مهمة نحو التسلح، من المرتقب أن يحصل المغرب على حوالي 1100 صاروخ أمريكي مضاد للدبابات مقابل غلاف مالي قدره 108 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 10.5 مليون درهم مغربي. وأكدت مصادر صحفية أن الإدارة الأمريكية وافقت على توقيع صفقة عسكرية مع بعض الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب. وأشارت المصادر أن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الصفقة بعد تلقيها الضوء الأخضر من وزارة الدفاع الأمريكية والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. بهذا الخبر أعزائي الأفاضل، نأتي وإياكم إلى نهاية هذا الحصاد اليومي. طاقمه الصحفي والتقني يحييكم، في أمان الله.